السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة جايبة لكم حلقة جديدة من سلسلة انطقها صح، السلسلة اللي انا بحبها وبحب اقولها معاكم. بختار لكم كلمة مشهورة، بس معظم الناس بتنطقها غلط. كلمة ايه اللي معنا النهاردة زي ما انتم شايفين؟ يلا انطقوا معايا كده وشوفوا بتنطقوها ازاي. ايوه لا كده غلط. النطق الصح بتاعها ايه؟ هي النطق الشائع الغلط كلاودس. ناس كتيرة كتير جدا بتنطق الكلمة دي كلادس. طبعا كلمة كلادس يعني ملابس، وناس كتيرة جدا بتقولها بالنطق الغلط ده. يبقى انا بقوله دلوقتي ده نطق غلط، كلادس ده نطق غلط. طب ايه بقى النطق الصح اللي هو مش معظم الناس عارفاه؟ التي اتش اللي احنا شايفينها دي مش بتتنطق خالص في الكلمة دي، بتتنطق الاس، بتتنطق زد. فننطقها ازاي بقى؟ اسمعوا معايا، كلوز كلوز. ونحاول في الاخر كده نعمل ابتسامة خفيفة، يعني ما نضمش بقنا في الاخر، في اخر الكلمة ما نضمش بقنا، ما نقولش كلوز، لا نفتح بقنا كأننا بنبتسم ابتسامة خفيفة كده، كلوز كلوز. اوكي، طبعا هي قريبة جدا من كلمة معروفة تانية، قريبة جدا من الكلمة دي، يعني نفس النطق تقريبا بتاع كلمة كلوز اللي هي يغلق. يعني شايفين دي ما فيهاش تي اتش خالص، فبتتنطق كلوز زيها برضو بنفس الكلمة اللي معانا النهاردة اللي ما قلت لكم عليها. يعني كأننا بالظبط بننطق كلمة كلوز اللي هي يغلق، فزي ما قلت لكم التي اتش مش بتتنطق وبننطق على طول الاس، بننطقها زاد. طيب ننطقها ازاي تاني اخر مرة؟ كلوز، وفي الاخر ابتسامة خفيفة، وهنسمعها برضو من جوجل واسمعوا معايا النطق. نسمع بقى يا جماعة من جوجل النطق الصح بتاع الكلمة. زي ما انتم شايفين كده ال تي اتش مش بتتنطق والاس بتتنطق زد. نقولها بقى كمان مرة مع بعضينا، كلوز كلوز. وما ننساش الابتسامة الخفيفة في الاخر، ما نقولش كلوز، ما نضمش بقنا كلوز، ونفتح كده بقنا ابتسامة خفيفة واحنا بنقولها كلوز. اوكي، اللي عجبه الفيديو او اللي كان بينطقها غلط بقى ما ينسانيش من كومنتس كده حلو. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.